السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الدروس المهمة في اللغة الإنجليزية، Parts of Speech، أقسام الكلام. كما نعلم ممكن يكون اسم، ممكن يكون فعل، ممكن يكون صفة، ظرف، حرف جر، أو يكون عندنا اسم موصول وهكذا. نتكلم في هذا الفيديو عن Nouns. Nouns الأسماء. من الضروري جدا معرفة أي نمط أو أي نوع من أنواع الكلام بتكون هذه الكلمات في الجملة، بالتالي أستطيع أن أستخدمها بشكل صحيح. الأسماء باللغة الإنجليزية إما أن تكون أسماء شائعة أو عامة أو أسماء علم، وإما أن تكون أسماء مجردة يعني مشاعر أو أفكار، وإما أن تكون أسماء مادية. ممكن أن تكون أسماء جمعية وأسماء مركبة. نتكلم في هذا الفيديو عن الأسماء في اللغة الإنجليزية بشكل مفصل. أولا، ما هو الاسم؟ A noun names يعني يسمي person شخص، place مكان، thing شيء or idea أو فكرة. إذا الاسم بشكل عام يما يكون لشخص أو مكان أو شيء، نقصد به نبات أو حيوان أو جماد وهكذا، أو يكون عندنا فكرة. نطلق على هذه الأسماء noun. إذا noun اسم، nouns أسماء. والأسماء إما أن تكون common nouns، proper nouns، abstract noun، concrete nouns، collective nouns، compound nouns. نبدأ مع A common noun، اسم عام أو شائع، يما يكون لشخص، مكان، شيء أو فكرة. مثال: The leader of the team works in the town. لاحظ الأسماء في هذه الجملة، كما نعلم بيكون عندنا subject يعني فاعل، فاعل الجملة، وعندنا الفعل verb، وعندنا complement تكملة الجملة. كما نعلم باللغة الإنجليزية بيكون عندنا subject verb complement، يعني بيكون عندنا بالأول فاعل وفعل وتكملة الجملة. بيكون عندنا فاعل اسم the leader of the team. لاحظ في عندنا اسمين، the leader يعني القائد، team فريق. إذا هذا اسم عام، لم نحدد من هو القائد، اسمه team أيضا فريق، لم نحدد اسم هذا الفريق. إذا هذا نسميه common noun، اسم عام. works هذا الفعل، لكن درسنا عن النوم الأسماء. لاحظ town أيضا بلدة، أيضا لنذكر البلدة. إذا نذكر الاسم بشكل صريح نسميه common noun. مثل بلدة ما نعرف أي بلدة، team كما قلنا أي فريق لا نعرف أي فريق، قائد لا نعرف أي قائد. إذا هذا نسميه أسماء عامة. إذا في عندنا ثلاث أسماء في هذه الجملة، the leader أو كلمة leader القائد، كلمة team فريق، وعندنا town بلدة، وجميعها نسميها common noun. النوع الثاني نسميه proper noun، اسم علم، يعني عندما نحدد هذا الشخص أو هذا المكان أو الشيء نسميه proper noun، اسم علم، ودائما بيكون capital letter، بيكون بدايته حرف كبير. لاحظ هذه الجملة، أحمد أو أحمد works for the Red Crescent in Japan. إذا لاحظ يعمل أحمد للهلال Crescent، الهلال الأحمر في اليابان. لاحظ أحمد نسميه proper noun، اسم علم. إذا حددنا الشخص، عندنا Red Crescent هذه المنظمة، عندنا R أيضا كابيتال لتر، C كابيتال لتر، حددنا الهلال الأحمر أيضا منظمة معروفة، عندنا جابان أيضا اسم البلد، حددنا اليابان بيكون عندنا حرف أيضا كابيتال لتر، J كابيتال لتر، إذا أيضا حرف كبير. إذا لدينا ثلاث أسماء علم نسميها proper noun، لأنه حددنا المكان والشخص والشيء. أيضا بيكون عندنا concrete noun، إذا اسم مادي. names يعني يسمي thing شيء،
that we can see يعني يسمي شيء يمكن أن نراه hear نسمعه smell نشمه taste نتذوقه or touch نلمسه يعني أي شيء بيكون يتعلق بالحواس الخمس نسميه concrete noun. The campers saw a tiger near the forest. شاهد دائما نبدأ من عند الفعل أثناء الترجمة شاهد المخيمون نمرا قرب الغابة. لاحظ concrete noun الأسماء هي campers يعني شيء ممكن أن نراه نسميه concrete noun. Tiger أيضا اسم حيوان ممكن أن نراه. نمر forest الغابة أيضا شيء نراه نسميه concrete noun. إذن أي شيء ممكن أن نحسه بالحواس الخمس نسميه concrete noun. An abstract noun اسم مجرد. ماذا يعني اسم مجرد؟ يعني اسم لا نستطيع رؤيته أو نشمه أو نتذوقه وهكذا يعني لا نستطيع نتعامل به بالحواس الخمس يعني اسم نسميه مجرد مثل المشاعر مثل الحب مثل الكراهية لا نستطيع نلمسها لا نستطيع نراها. أي شيء يتعلق به الأفكار quality نوعية feeling الشعور or characteristic أو يكون ميزة أو الخواص أو الخاصيات بنسميها abstract noun. His happiness started when the fun began. لاحظ الاسم happiness من كلمة happy لاحظ سعيد قلبنا الواي إلى I وضفنا نس وأيضا عندنا fun الفرح أو الضحك. إذا لاحظ his happiness started بدأ أو بدأت سعادته عندما بدأ الضحك والمرح. إذن في عندنا اسمين happiness ونلاحظ fun هذه الأسماء نسميها abstract noun أسماء مجردة. أيضا عندنا collective noun اسم جمعي is a word that names a group of people or things يعني كلمة تسمي مجموعة من الناس أو الأشياء. إذا كان عندنا مجموعة من الناس أو الأشياء نسميها collective noun. Our family is happy. عائلتنا سعيدة. لاحظ كلمة family عائلة تتضمن عدد من الأشخاص. إذا هذا اسم جمعي. The class stood in front of the crowd. يعني وقف الصف أمام الحشد أو الجمهور. لاحظ كلمة class أيضا صف هو مجموعة من الطلاب. معناته نسميه اسم جمعي crowd الحشد أو الجمع أيضا مجموعة من الناس نسميها collective noun. إذا الاسم الجمعي هو عبارة عن كلمة لكن داخلها يتضمن كلمة team فريق الفريق مجموعة من اللاعبين إذا هذا نسميه إحنا collective noun. عندنا أيضا compound noun اسم مركب. اسم مركب يكون عبارة عن كلمتين. عندنا هاي سكول مؤلف من هاي وسكول. هاني بي مان كايند لاب توب نيويورك. إذن هذه نسميها كومباوند ناونز أسماء مركبة. لماذا؟ لأنه مؤلف من كلمتين. أيضا الأسماء ممكن تكون plural and possessive nouns ممكن تكون أسماء جمعية أو فردية أو يكون عندنا ملكية. كما نعلم الحب يرجع دروس سابقة موجودة الفيديوهات على القناة كيف نحول من المفرد إلى جمع. فعندنا a book كتاب مفرد نريد نحول إلى جمع تصبح books كتب. أيضا ملكية مثلا أحمد car سيارة أحمد. أيضا تكلمنا في درس كيف نشكل ملكية وأيضا أخذنا of a car of أحمد. إذن سيارة أحمد الاثنين نفس المعنى. ممكن نستخدم apostrophe s نسميها اسم ملكية أو نستخدم of نسميها الإضافة. كما قلنا الاسم يا ما يكون مفرد أو يكون اسم جمع. يا ما يكون مفرد ملكي
يا اما يكون جمع بحالة الملكية. بحالة المفرد the man has a new car، يعني لدى الرجل سيارة جديدة. لاحظ man مفرد، إذن اسم مفرد. The man's car is new. لاحظ كيف نحول المفرد إلى ملكية. The man's car is new، يعني سيارة الرجل تكون جديدة أو جديدة. نفس الجملة القبل بس حطينا the man، تصبح the man's car is new. أيضا هذا احنا نسميه singular possessive. plural جمع all the cars are new، جميع السيارات جديدة. لاحظ كلمة cars جمع car سيارة، cars سيارات، وضعنا بعدها are، لأنه دائما كما نعلم is مع المفرد و are مع الجمع، هذا نسميه plural. many of the men's cars are new، يعني العديد من سيارات الرجال جديدة. لاحظ man رجل، men رجال، بس حولنا الـ A إلى A أصبحت رجل رجال. أيضا هذا men's نسميه plural possessive، اسم جمعي بحالة الملكية. بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم، تكلمنا فيه عن الأسماء. كما قلنا في أسماء شائعة، أسماء مجردة، أسماء جمعية، أسماء مركبة، وهكذا الأسماء أيضا يكون اسم مفرد، يكون اسم جمع، بيكون اسم بحالة الملكية. كما قلنا في بداية الفيديو من المهم جدا التعرف على هذه الأسماء، بالتالي أستطيع أن أميز الجملة وما هي محتويات هذه الجملة بشكل أفضل، بالتالي أطور من لغتي الإنجليزية. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.